السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من حديث العرب. تحل في هذه الساعات الذكرى السنوية الأولى لرحيل الشيخ حارث سليمان الضاري الأمين العام السابق لهيئة علماء المسلمين في العراق وسط متغيرات سياسية عراقية وأقليمية حادة. حديث العرب يتوقف اليوم وفي حلقة خاصة عند شخصية الشيخ حارث الضاري والأثر الذي تركه وجوده على رأس الهيئة وغيابه عن المشهد، إلى جانب الدور الذي لعبته الهيئة وعوامل استمرارها في قيادة الحراك السياسي والفكري والاجتماعي الرافضي للعملية السياسية التي فرضها الاحتلال الأمريكي في العراق. نناقش هذا الموضوع بعد العودة من فاصل قصير. في وقت بدت المنطقة فيه كلها مستسلمة أمام جحافل القوات الأمريكية التي غزت العراق في عام 2003، شكلت ثلة من علماء المسلمين في العراق استثناء وحيدا قائلين للأمريكيين وخرائطهم الجديدة التي حملوها للمنطقة لا. الشيخ حارث الضاري قاد هذه الثلة تحت سقف مؤسسة هيئة علماء المسلمين التي لعبت دورا محوريا في منع فرض الرؤية الأمريكية للعراق ودول المنطقة من خلال مقاومة سياسية عنيدة حملت امتدادات شعبية وفكرية في عمق العراق، وشكلت بالتالي مرجعية مهمة لفصائل المقاومة العراقية. في الذكرى السنوية الأولى لرحيل الشيخ حارث الضاري، كيف يبدو المشهد العراقي؟ وما الأثر الذي تركه الشيخ الضاري بعد عام من رحيله؟ وإلى أي درجة نجحت هيئة علماء المسلمين في العراق في المحافظة على قوة خطابها وثباته بعد رحيل أمينها العام السابق؟ ما هي الأسس الفكرية والاجتماعية التي انطلقت منها الهيئة في بناء مشروعها الإنقاذي للعراق؟ كيف استطاعت الهيئة بقيادة الشيخ حارث الضاري بناء علاقات وروابط قوية مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات العربية؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي الحلقة، حلقة اليوم الأستاذ مهنا الحبيل الكاتب والمحلل السياسي السعودي. مرحبا بك أستاذ مهنا. أهلا وسهلا بكم. ومعي عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ طلعت رميح الكاتب والخبير الاستراتيجي. أبدأ معك أستاذ مهنا، ما الأثر الذي بداية أوجده الشيخ حارث الضاري في ونهجه في قيادة الهيئة في العراق؟ نعم، لعلنا ابتداء يعني في هذه الذكرى التي نستحضر فيها رمز تاريخي ليس العراق فحسب، ولكن الوطن العربي والأمة الإسلامية والفكر الإسلامي المعاصر، في وفاة الشيخ حارث الضاري رحمه الله تعالى أن نتقدم بتجديد الدعاء بالرحمة والمغفرة له ولكل شهداء العراق منذ الاحتلال الغاشم عام 2003 حتى هذا اليوم. كل وطني شريف قاوم هذا الاحتلال، وإن كان الشيخ حارث الضاري قد اختاره الله على فراش المرض فهو كان مجاهدا بقلمه وفكره وحضوره ومساندته للمشروع المقاوم في العراق، فهو بإذن الله نحتسبه شهيدا عند الله عز وجل. هذه مسألة. الحقيقة أن الحديث عن مشروع هيئة علماء المسلمين ودور شخصية الشيخ حارث الضاري فيه واسع، وأول ما أبدأ به هو مسألة ماذا كان يجري في العراق قبل الاحتلال الغاشم. الذي لا يعرف العراق كيف غيب الفكر الإسلامي سواء في دورات حكم الحزب الباعث أو الحكم أو الشيوعيين أو الأنماط المختلفة التي جرت في العراق، لا يعرف ما الذي كان يفتقده العراق من ناحية الفكر الإسلامي المهم جدا، سواء ببعده الديني وعمق هوية العراق التاريخية أو ببعده الإنساني والاجتماعي والعروبي والحضاري. وعليه قياس ما قدمته هيئة علماء المسلمين من مشروع فكري ثقافي سياسي اجتماعي تحت مظلة هذه المدرسة التاريخية التي تسمى أهل السنة والجماعة، والتي أسيء لها كثيرا إلى مدرسة أهل السنة والجماعة من بعض المجموعات وبعض طلبة العلم. جددت هيئة علماء المسلمين هذا المنهج التاريخي الذي تحتاجه الأمة في مقاومة المحتل، في بناء المشروع الوطني الجامع للشعب
لكل شعوب الوطن العربي بأقلياتهم بطوائفهم، وإن كان الصلب هو التشريع الإسلامي وبمقاومة المحتل مقاومة سياسية وعسكرية، ولكن عسكرية بشروط المقاومة الراشدة وليس الذي حصل بعد ذلك من بعض جماعات التوحش المعروف منهجها. جميل، دعنا نبدأ نعود إلى الأستاذ أو نذهب إلى الأستاذ طلعت. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ طلعت رميح، الكاتب والخبير الاستراتيجي المصري. أستاذ طلعت، كمدخل للحلقة يعني أريد أن أعرف منك الأثر الذي تركه الشيخ حارث سليمان الضاري بعد عام من رحيله، هل من أثر اتضح لك أنت كمتابع ومراقب عربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، سعيد بالإطلال من على شاشتكم وأن أكون مع أخي المتميز دكتور مهنا الحبيب في هذا الشهر. أخي الحبيب الدكتور حارث الضاري رمزيته ودوره وموقفه يذكرني حقيقة بما قام به عمر المختار في ليبيا حين كان عنواناً للصد العربي والإسلامي وللموقف المقاوم للحقبة الاستعمارية الأولى. الشيخ حارث الضاري هو عنوان المواجهة والمقاومة والثبات في ظروف أعقد وأصعب وضد عدو أشرس وفي مرحلة أشد فتنة. الشيخ حارث الضاري كان عنوانا لهذه المقاومة في حقبة الاحتلال والاستعمار الثاني، وهذا هو أهم أثر طرفه الشيخ حارث الضاري. له مثل العنوان المقاوم الفكري والثقافي والسياسي، أي أنه أسس لرمزية المقاومة بالمعنى الشامل ليس في العراق وحده وإنما في الأمة جمعاء، ولذلك أسس الهيئة كمشروع جامع للأمة وليس كمشروع جامع للعراق. أن ترأى طبيعة الخطة الاستراتيجية الغربية القائمة على التفكيك، القائمة على إحياء ثقافات ما قبل الإسلام، ووضع البرنامج الحقيقي للمواجهة ممثلا في فكرة الوحدة الوطنية وفي فكرة الكيان الجامع للعراق كله وفي مواجهة لعبة التقسيم وخطة التقسيم. وهذا هو الأثر الكبير الذي سيظل الشيخ حارث الضاري في عقل الأمة وفي سلوك الأمة وفي نمط مقاومة الأمة سواء بعد عام أو بعد 100 عام على رحيل الشيخ حارث الضاري. نعم، مرة أخرى أعود إليك أستاذ مهنا، يعني حينما يذكر الشيخ حارث الضاري تذكر هيئة علماء المسلمين في العراق والعكس صحيح. السؤال هنا الآن قبل أن ندلف إلى المنطلقات والأسس وبقية التفاصيل، إلى أي حد استطاعت الهيئة الحفاظ على تماسك خطابها وقوته ونهجها بعد عام من رحيل هذا القائد التاريخي للهيئة؟ قبل أن نعود إلى ذكرى رحيله، وأنا أعتقد أنها يعني الهيئة الحمد لله يعني متماسكة على نهج الشيخ والنظام الشوروي والانتخابات الحرة التي عاشتها هيئة علماء المسلمين لا تزال فاعلة، نريد أن نعرف الظرف أو الفكرة التي نشأت فيها الهيئة في مواجهتها. وطن محتل من قبل أكبر قوى غازية وأشرس قوى طائفية، اخترقت المنظومة الاجتماعية للشعب. أخطر ما تعرض له العراق ليس فقط وحشية وإرهابية المحتل الأمريكي، ولكن نمط الاحتلال الاجتماعي الذي قادته إيران الطائفية. فهيئة علماء المسلمين كانت في مواجهة هذا النوع المختلف من الاحتلال الذي لم يجري بالمناسبة في العالم، لم يتكرر مثله في العالم. المسألة الثانية أن هيئة علماء المسلمين وهي تنطلق من مسماها الأصولي والرئيسي تنبعث من فكر الإسلام من شرائعه، وفي نفس الوقت في موضع قيادة المجتمع الشعب بكل شرائحه نحو منظومة مجتمعية وطنية. نعم صحيح أن مناطق المقاومة بل مناطق الممانعة حتى ولم تكن مقاومة عسكرية كانت مناطق السنة الذين هزموا المشروع الأمريكي في 2006 قبل أن تختطف القاعدة ومشروع
إيران الطائفي ويستغلونه الأمريكيون كانت منظومة المنظومة الاجتماعية ومناطق العراق السنية. ولكن مع ذلك، وهذه مسألة من أكبر نجاحات علماء المسلمين، حتى اليوم لا يستطيع أحد أن يسجل أن هيئة علماء المسلمين استخدمت خطابا مذهبيا مفرقا. نعم، وقفت بشدة، وقفت بعزيمة، وقفت بكرامة ضد المشروع الطائفي الإيراني الحقير ومنظومته في البيت الشيعي السياسي الذي أسس في بريطانيا لمساعدة الاحتلال. ولكن خطاب الهيئة الإنساني والإسلامي والوطني الاجتماعي هو أحد روافدها الرئيسية، وهو رد على سؤالك المباشر أستاذ جهاد، فهل لا يزال الخطاب على قوته وذكائه ورشده؟ نعم، لا يزال على قوته، ممانع صلب أمام المشاريع التي ضد العراق، ولكنه حيوي أمام حقوق الشعب العراقي وحتى المسارات السياسية التي ممكن أن تخلق مخرجاً للعراق من هذه العملية السياسية، أو رؤى توافقية تدحرج هذه العملية السياسية في الخلف بعيداً عن الشعب العراقي. نعم أستاذ طلعت، يعني كيف يبدو لك المشهد العراقي في هذه الذكرى السنوية الأولى لرحيل الأمين العام السابق لهيئة علماء المسلمين الشيخ حارث الضاري؟ إذا كان لأحد أن يقرأ المشهد العراقي فيمكن أن يقول باختصار أن المشهد العراقي الراهن ثبت كل المقولات التي انطلق منها الشيخ حارث الضاري منذ اللحظة الأولى في مواجهة الاحتلالين الأمريكي والإيراني، وأن كل ما مر بالعراق أكد على صحة وثبات المواقف التي أخذها الشيخ حارث والمقاومة العراقية منذ اللحظات الأولى في مواجهة التقسيم والطائفية والفيدرالية والغزو والاحتلال الإيراني وتدمير المجتمع العراقي وتدمير البنيان الحضاري والوطني في العراق. المشهد العراقي حتى الآن ما يزال أسيراً لكل مخرجات الاحتلال الأمريكي والإيراني، وخلاصة هذا المشهد في تقديري أنه لم يطرح جديداً عن صحة أو بديلاً عن صحة المواقف التي أطلقت. رفضت الهيئة منذ البداية التعاون مع المحتل، فهؤلاء الذين تعاونوا مع الاحتلال هم الآن ما يزالوا في الحكم. الهيئة رفضت منذ اللحظة الأولى كل المواقف الطائفية وكل حالات التقسيم للمجتمع أو للجغرافيا أو كل محاولات الفيدرالية، وهذا ما يزال يجري حتى الآن. لكن أهم معطى في تقديري أن المراقب الحصيف لما جرى في العراق يدرك كيف أن مشروع هيئة علماء المسلمين، الخطوط الحمراء التي وضعتها هيئة علماء المسلمين، كانت هي العلم والقيادة الحقيقية التي رغم كل ما مر بالعراق كانت هي العلم الذي عوق مشروع الاحتلال الخاص بالتقسيم. وأقولها بتدقيق شديد، لولا هذه الراية لكانوا قد نجحوا في تقسيم العراق. حتى الآن ومنذ بداية الاحتلال وحتى الآن نحن أمام أكثر من 13 عاماً كلها محاولات لإحداث التقسيم، كلها محاولات لتفكيك المجتمع العراقي. لكن هذه الرؤية التي طرحت ونبهت الشعب العراقي إلى مخاطر التقسيم وإلى مخاطر الفتن الطائفية وإلى طبيعة المشروع الصفوي وإلى طبيعته في تشكيل الميليشيات، هذه العناوين التي طرحتها أظن أن ثورات الشعب العراقي السلمية وحالات المقاومة أكدت على صحة ودقة مواقف الشيخ الراحل وعلى مواقف هيئة علماء المسلمين. المشهد العراقي إذا كان هناك فيه تغيير فهو أنه أثبت صحة موقف الهيئة منذ اللحظة الأولى وحتى الآن. نعم أستاذ مهنا، يعني عام 2003 عندما جاءت القوات الأمريكية إلى العراق كانت تحمل خرائط جديدة للعراق وللمنطقة باعتراف عدد من المسؤولين الأمريكيين ووثائق سربت لاحقا، هذا بات يعني مستفيضا في المعرفة. السؤال، المقاومة لعبت دورا في إفشال
هذا المخطط، الهيئة العلماء المسلمين أخذت المنحى السياسي في مقاومة الاحتلال الأمريكي. ما هي المنطلقات الفكرية والاجتماعية والدينية والتاريخية التي بنت عليها مشروعها هيئة علماء المسلمين في العراق؟ في 10 ثواني بس أود رد التحية للأخ العزيز الدكتور طلعت رميح، وإن كان لا يغيب عن الفكر وهو من نوادر يعني في دعم المشروع الوطني العراقي وهيئة علماء المسلمين. الهيئة كان الحمل ثقيل عليها لكي تستعد للمنطلقات التي تفضلت بها وصياغة مشروع وطني إسلامي أو على الأقل بفكرة الإسلامية بفكرة الإسلام العراق. ولكن المهم الذي نشير له في هذا الصدد بأن منظومة الأحداث التي عاشها العراق أثبتت أن الرؤية الأولى لهيئة علماء المسلمين في مقاومة الاحتلال الاجتماعي، انتبه للاحتلال الاجتماعي الذي مزق العراق، مزق العراق وحتى اليوم. أنت كتبت أعتقد في أكثر موقع عن هذا الاحتلال. نعم كتبنا عنه، عن الدور الكبير الذي لعبه الشيخ الضاري وهيئة علماء المسلمين. كان يحتاج إلى هذا الخطاب الاجتماعي وسط ضغط شرس ليس فقط من الأمريكيين والإيرانيين، ولكن أيضا استثمار العراق لاستثمار القاعدة لمظالم حقيقية وقعت على سنة العراق ووقعت على مناطق المقاومة. هنا في هناك قضيتان رئيسيتان في هذا الصدد لها علاقة بسؤالك والمنطلقات التي وعت بها الهيئة هذا الأمر. أولا الهيئة كان من الصعوبة بمكان وليس من الصالح أن تتحول إلى ذراع عسكري. نعم جمعية العلماء في الجزائر كانت مظلة للمقاومة ضد المستعمرين، ولكن لم تكن تنخرط في العمل العسكري، وهكذا استطاعت الهيئة أن تحافظ على بقاء الخطاب الاجتماعي السياسي الوطني العراقي الرافض للعملية السياسية، ومن ذلك التاريخ حتى اليوم هي أبرز خطاب. المسألة الثانية، الهيئة استجابت للحظة تاريخية جدا، وأنا شخصيا كنت عندما كنت أراقب الهيئة وأكتب في الجزيرة وأكتب في الوطن البحرينية وأدعو إلى استثمار السياسي لانتصار المقاومة العراقية بمشروع تحويل، أصدرت الهيئة مذكرتها وأقنعت 6 فصائل كبرى رئيسية ومعها فصائل أخرى بما سمي مشروع التخويل السياسي للشيخ حارث الضاري. بلا شك المشروع لم يتم، لم تكن المسؤولية على الهيئة، الهيئة اختارت توقيتا سليما واستجابت لها فصائل المقاومة، ولكن يعني جذور داعش القديمة في فصيل القاعدة والمؤامرة الطائفية الإيرانية وعدم دعم دول الخليج في ذلك التاريخ لهذا العمل. لو كانت دول الخليج قد ساندت، ليس فقط دول الخليج، جميع الدول العربية تقريبا، ولكن دول الخليج كانت تعيش المخاطر مباشرة. لو أن دول الخليج في ذلك الوقت ساندت مشروع التخويل وضغطت على الأمريكيين ربما كان الوضع مختلف ولم يعانون مما يعانون منه الآن. وأنا ذكرت حتى الملك عبد الله له كلمة تاريخية يقول عن الشيخ حارث الضاري، الملك السعودي، نعم العاهل السعودي الراحل، يقول بأمثالك يمثل الإسلام، بأمثالك تمثل العروبة. فكنا نرجو من ذلك التاريخ أن يكون هناك دعم لمشروع المقاومة الوطنية العراقية عبر البوابة السياسية، حتى إن كان قال والله نستطيع أن ندعم المقاومة، على دعم المقاومة كان فريضة. لماذا؟ هذه المقاومة كانت راشدة، تتخذ منهج الإسلام ولا تتعرض المدنيين، لم تكن تدخل في صراع مع الحالة الشيعية، ولذلك احتاج الأمريكيون والإيرانيون لتفجير الساحة العراقية باستدعاء غلو القاعدة واستثمروه لإحراق مشروع الذي تحدث عنه. فقط في 10 ثواني، تفضل 10 ثواني سريعة، تفضل. لذلك مشروع التخويل كان مهيئا لإخراج العراق إلى مخرج سياسي. غير صحيح أن هيئة علماء المسلمين كانت تطرح للقتال لمجرد القتال، إنما كانت تؤمن بأن منظومة مدافعة المحتل والصراع معه لابد من أن ينتج مشروع سياسي. المسؤول عن الفشل ليست هيئة علماء المسلمين بل تلك الأطراف المعادية أو التي قصرت في إنقاذ العراق. قبل أن أذهب إلى الأستاذ طلعت، يعني أشرت إلى نقطة بالغة الأهمية عندما قلت المقاومة الاجتماعية لهيئة علماء المسلمين. لا. حبذا لو توضح للمشاهدين معالم محددة ومهمة من هذه المقاومة الاجتماعية التي اشتغلت عليها هيئة علماء المسلمين بقيادة الشيخ حارث الضاري. المقاومة السياسية والمقاومة الاجتماعية والمقاومة الثقافية، نعم، كلها مشاريع
قادتها هيئه علماء المسلمين. يعني من السخريه ان الصدر جاء في وقت من الاوقات وادعى انه يمثل مقاومه سياسيه وهو شريك في كل تفاصيل العمليه السياسيه في العراق. هذه هي المقاومه السياسيه الحقيقيه، رافض ما 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 يترتب من تثبيت على واقع العراق واعتباره بلدا مستقلا وهو محتل. وهذا لا يعني، اولا انا اقول بالمناسبه، يعني هذا لا يعني ان هيئه علماء المسلمين لا تقع في اخطاء او لا تقع في اجتهادات ربما تحتاج الى الى الى, إلى مناقشه الى رد، ما في يوجد مشروع لا يخلو من هذه المساله. ولكن ايضا فكره، يعني هذه الفكره البسيطه المتداوله أنه والله يعني لو كان السنة شاركوا في مسألة يعني المسألة في مسألة العملية السياسية ما بعد احتلال العراق فهذا الأمر لم يكن يجري، هذا غير صحيح. أنت لا تتحدث عن تاريخ كما حصل على سبيل المثال في ماليزيا عندما المالويين الوطنيون دخلوا في حركة كفاح، الثورة الفرنسية بذاتها. أنت تتحدث عن مشروع متكامل أثبتت كل الدراسات وكل التصريحات الأمريكية أن مسألة الاعتماد على الأقليات وصناعة مشروع سياسي لتحييد قوة العراق هذا هدف بذاته، فلم يكن الأمريكيون والإيرانيون سيفسحون الطريق لمشاركة سنية فاعلة، وإنما استخدامها لنوع من الغطاء. وهذا لا يعني رفض أي بنية سياسية ممكن أن تكون تسند المقاومة السياسية أو تمنح الناس حقوقهم وفرصهم الاجتماعية، ولكنه تزكية العملية السياسية والمشاركة بالمطلق غير صحيح أنها كانت تفسح بوابة لصالح العراق وبالتالي دفع الإيرانيين. مسألة الشراكة مع الإيرانيين مسألة رئيسية في المشروع الأمريكي لا شك في ذلك. نعم أستاذ طلعت، لو يعني ما هي ملامح المقاومة السياسية التي قامت بها هيئة علماء المسلمين بقيادة الشيخ حارث الضاري خلال سنية عملها الطويلة؟ هل يمكن أن ترسم ملامح هذه المقاومة السياسية؟ أول ملامح المقاومة السياسية هو إدراك طبيعة ودور ما سمي بالعملية السياسية، صناعة الوعي وتبصير المواطنين والناس طبيعة المشروع الذي قدمه الاحتلال أو الاحتلالين الإيراني والأمريكي فيما سمي بالعملية السياسية. كان هذا هو أول عتبات وأول ملامح المقاومة السياسية التي فرضتها هيئة علماء المسلمين. أتصور أن الهيئة نظرت للعملية السياسية باعتبارها أحد أدوات التفكيك للمجتمع العراقي وأنها أحد وسائل إدارة الخلافات بين المحتلين وأنها محاولة استيعاب قطاع وجمهور أوسع أو نخب أوسع من داخل المجتمع العراقي ورفعها لتصبح أداة أكبر وأكثر قدرة على تفكيك مكونات العراق، وأنها حالة من حالات إدارة سلطات الاحتلال وليست محاولة لتمثيل وبناء نظام سياسي جديد في العراق. وبالتالي أول حالات المقاومة أو شكل من أشكال المقاومة قدمته الهيئة هو أنها بصرت الناس، رأت الرؤية المستقبلية، اختبرت كنه هذا المشروع الذي بدأ في البداية أنه مشروع للديمقراطية، لكن الهيئة رأت فيه حسب ما أتصور أنه أحد أدوات تثبيت سلطة احتلال وتشكيل وتثبيت سلطة احتلال في داخل المجتمع العراقي لإيصال المجتمع العراقي إلى حالات الاقتتال الطائفي. هذا هو أول شكل. الشكل الثاني أن الهيئة حافظت على موقف ورؤية متطورة دائما ومواجهة بشكل دائم لكل الألاعيب والوسائل التي مورست والدعايات التي مورست والحالات التطوير السياسي للمواقف المحتل مع كل المعطفات. حافظت الهيئة على موقف وطني مستقل تدافع به دائما عن وحدة العراق وعن استقلال العراق، وقدمت رؤية بديلة حقيقية كما تفضل الدكتور مهنا حين طرحت مشروع التخوين وبمدوناته وبأطره. الحقيقة في نقطة أخرى بالغة الأهمية، الهيئة طرحت مشروعا إسلاميا
وتمكنت من أن يكون هذا المشروع الإسلامي هو مشروع جامع لا مشروع مذهبي مفرد، وهي شكلت بهذا عباءة واسعة لوحدة العراق في مواجهة عمليات التفكيك، وواجهت كل محاولات إثارة الفتن في داخل العراق. وأتصور أنه أحد الملامح الرئيسية، وأتذكر الشيخ حارس الضاري نفسه في حديثه على قناة الجزيرة في أيام فتنة سامراء، وحين تحدث بوضوح عن من يصنع هذه الفتنة، وأثبتت الأيام صوابية التقدير الذي كان قد وصل إليه بأنها فتنة وراءها تقف إيران وتحرسها قوات الاحتلال الأمريكي وتقوم بها بأعمال تأميمها على الأرض، هذه الميليشيات التي شكلتها إيران لتصبح ذراعا من أزرع إثارة الفتنة والتطهير العرقي والطائفي والتغيير التركيبة السكانية. هنا مسألة الوعي التي لعبت الهيئة الدور الرئيسي فيها، ومسألة المواقف المنضبطة الدقيقة في مدلولاتها وفي توقيتاتها، كانت هي أهم أشكال المقاومة والمواجهة، ولملمت الجراح التي حاول الطائفيون وحاول الصفويون وحاولت مجموعات القتل الأمريكية، مجموعات الاغتيال والميليشيات التي شكلت لهذا الغرض لإثارة الفتن، بما لم يدفع وقلل كل أشكال أن تكون هناك ردود من نوع طائفي آخر. هذا هو المعطى الذي جعلنا نقول الآن أن الهيئة أخذت مواقف ثابتة، انطلقت من رؤى ثابتة، وحافظت على ثوابت العراق، وحافظت على أن لا ينمو شعور بالمرارة لدى مواطني وأهل العراق من إخوانهم العرب والمسلمين حين تركوا العراق يتيما. ضغطت الهيئة بالعنوان والجسر لاستمرار ثوابت التواصل ورؤية بناء الأمة وتحمل كل آلام الإهمال أو حتى التآمر الذي تعرض له العراق من بعض من ينتسبون إلى السنة، ومن بعض من كان من المفترض أن يكونوا في صف الشعب العراقي في مواجهة الاحتلال الأمريكي. نعم. والاحتلال الإيراني. نعم أستاذ مهنا، كما أسلف ضيفنا من القاهرة الأستاذ طلعت رميح، أعمال جبارة وكبيرة قامت بها الهيئة وعلى رأسها الشيخ حارث الضاري في تشكيل وعي العراقيين في المقاومة وفي الحفاظ على هوية العراق كما عرفها العرب والعراقيون أنفسهم. الآن عندما جاء الأمريكيون كان هناك يعني لم تنطلق الهيئة في مشروعها المقاوم والإنقاذ العراق من فراغ، إنما هناك عوامل ساعدت على استمرارها رغم الضغط الكبير الذي واجهته، وكما تفضلت أنت لم يكن هناك محيط عربي مساعد. لو تلخص لنا عوامل نجاح الهيئة في الاستمرار والبقاء في مشروعها الإنقاذي للعراق والمقاوم. فلنتذكر أن الأمريكيين كانوا ينتظرون كلمة واحدة من الشيخ حارث الضاري ويجعل له قصر في المنطقة الخضراء وحماية، ويمنح أعضاء الهيئة جوازات دبلوماسية يطوفون بها مؤتمرات الغرب والديمقراطية المزعومة. الهيئة تحملت ضغوط كبيرة جدا، ولكن في نفس الوقت استطاعت هذه المعلومات التي ذكرتها ربما كثير من المشاهدين لا يعلمونها أستاذ. نعم. لا عروض الأمريكيين كانت يعني متكررة جدا يعني وبوساطات أحيانا، ولكن طبعا يعني موقف الشيخ خالد الضاري وموقف أخواني في هيئة علماء المسلمين وليس فقط الشيخ، وأنا بالنسبة لي أرى أن هذا هو نفس موقف سماحة الشيخ عبد المالك السعدي وسماحة الشيخ عبد الكريم زيدان، هذا موقف علماء العراق. ولذلك نقطة بس سريعة أشير إليها، نحن بحاجة إلى إعادة أصول الفكر الإسلامي خارج المنظومات الحزبية التي نحترمها. جزء من نجاح هيئة علماء المسلمين أنها انفتحت على الفكر الإسلامي الذي آمنت به والفقه الرشيد للأمة خارج المنظومات الحزبية. إشكاليات المنظومات الحزبية التي لها دور جيد وأدت منهجية أنها تكون محصورة في التفكير الفئوي. هيئة علماء المسلمين جزء مباشر من الجواب الذي تفضلت به على السؤال تفضلت به، أنها اعتقدت أنها العراق هي محيطها ومحيط العراق هي محيطها، وبالتالي ارتباطاتها بالأمة. هذه الدقة، انتبه،
يعني اتصل رغم كل خذلان المواقف الرسمية، لكن بقي الشيخ حارث الظاهري وهيئة علماء المسلمين يتصلون بالمؤسسات الرسمية وبالحكومات وبجامعة الدول العربية، ورغم المساحة الضيقة التي أتيحت للهيئة إلا أن الهيئة استطاعت أن تحقق تواجد لصوت المقاومة السياسية العراقي مع هذه الدول كلها. وأعجب قد كثير من قيادة الدول بهذا الطرح وتوازنه. أيضا في ذات الوقت يعني بدأت كما تعلم في 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 جامع أم القرى، والاحتلال يعني صادر صوتها لأنه يعرف، مع أنه يفترض أن المشروع الديمقراطي المزعوم الذي جاءت به واشنطن أن تسمح لمن يرفض هذه العملية السياسية ووسائطه السلمية أن تسمح له أن يدلي برأيه، لم يسمحون، ولكن هذا الأثر الإعلامي استمر. كانت أساسه إذاعة أم القرى والتي في مسجد أم القرى، والذي أعتقد اليوم أن قناة مشروع قناة تلفزيون الرافدين التي استمرت إلى وقت طويل كان من ذلك الوقت. أيضا خطب المنابر قادها الشيخ عبد السلام الكبيسي وغيرها من توعية من علماء هيئة علماء المسلمين، كل التحية والتقدير رحمة الله على الشهداء منهم والقائمين الآن في كل ربوع العراق وإن فاتتنا الأسماء، هذه كلها كانت كفاح ونضال ثبت هذا الخطاب والقناعة. مع أن الحملة التي استهدفت هيئة علماء المسلمين حملة شرسة جدا، يعني ربما لم تجتمع على جزء من يعني أو أو أو, أو مكون، ومع أني أنا ما أحب أستخدم مكون في هيئة علماء المسلمين، لأن هيئة علماء المسلمين من سر نجاحها وقوتها أنها استمرت باسم العراق، باسم الرافدين، باسم هذه الأمة التي نعم قاعدتها أهل السنة والجماعة، ولكن أيضا تحوي العراق وتحوي طوائفه، ولكن على ميزان الحق ورفض الاحتلال. وربما يكون هناك دور لشخصية الشيخ حارث الظاهري، ما الدور الذي لعبته شخصية الشيخ حارث الظاهري وطريقة قيادته للهيئة في لم شمل الباحثين عن مرجعية لمقاومة الأمريكيين والحالمين بإنقاذ العراق؟ هذا ما نناقشه بعد العودة من الفاصل. أهلا بكم من جديد، ما زلنا وإياكم في الحديث عن التحديات التي تواجهها هيئة علماء المسلمين في العراق بعد عام على رحيل أمينها العام السابق الشيخ حارث الظاهري، وبعد المتغيرات الكبيرة التي ضربت العراق والمنطقة. أجدد ترحيبي بضيفي الحلقة الأستاذ مهنا الحبيل والأستاذ طلعت رميح. أتوجه إليك أستاذ طلعت، كيف لعبت شخصية الشيخ الظاهري دورا في استقطاب الشخصيات والجماعات التي امتلكت رغبة في مقاومة الوجود الأمريكي في العراق وإنقاذ العراق؟ نعم أخي كريم، أولا البعد التاريخي في مكون شخصية الشيخ حارث الظاهري باعتباره حين أعلن موقفا ورؤيا وصمودا في مواجهة الاحتلال، فهو ابن سليم من قاوموا الاحتلال على المستوى المباشر بدور جده في ثورة العشرين، وما هو معروف عن الدور التاريخي للأسرة. كان ظهور الرجل في هذا الوقت المبكر في مواجهة الاحتلال وبمواقف صامدة واضحة، هذا الأمر شكل في حد ذاته أحد عوامل تثبيت مواقف العراقيين، أن وجدوا في اللحظة الأولى وفي اللحظة التي ساد فيها
مشاعر من الشعور بالانهيار المعنوي لدى أطراف كثيرة. أن ظهر هذا الرجل وتحدث بلغة الوطنية وبلغة المواجهة وأيضا وبموقف شجاع، دعنا نقول أن كثيرا من الدول في خارج العراق كانت تخاف أن ترفع أعينها في وجه الولايات المتحدة. كثير من الدول وكثير من النظم فضلت أن تصمت وهي ترى القتل والدمار والاحتلال للعراق في مقابل أن تبقي على امتيازاتها. فإذا برجل من داخل العراق ومن على أرض العراق يقف شامخا ويقول للاحتلال لا ويبصر، وفي نفس الوقت رجل يحشد أهل العراق دون تفرقة ويقول من قاوم السلاح ومن قاوم بشطر كلمة فهو شريك في بناء وصناعة عراق ما بعد الاحتلال. هذا هذه الرؤية وهذا التكوين الشخصي للشيخ حارس وما طرحه من مواقف كان عامل من عوامل أن شكل عنوانا ضد إليه الناس بشكل واضح ولم يكن مبهما على أحد دوره. نعم. لكن ما أزهلني حقيقة على المستوى الشخصي، نعم، أن هذا الرجل الذي لم يعمل بالعمل السياسي ولم يدخل في العمل السياسي وكان مثله مثل غيره في حالة العراق في ظروف النظام السابق ممنوع عليه الاقتراب من العمل السياسي، أن يبرز كل هذه القدرة هو وهيئة علماء المسلمين على إدارة أعقد المواقف السياسية وعلى إطلاق تصريحات ومواقف مدققة في التوقيت والرؤية واللحظة. يعني هذا أمر الحقيقة يعني فيه توفيق من الله سبحانه وتعالى وفيه أستاذ يعني تأكيد على أن الأمة قادرة على بحث نفسها بشكل دائم عبر قادتها يعني هو بنى كل أشكال نعم لعبت يعني المقاومة التي يعني مارسها ومواقفه السياسية السابقة لعملية الاحتلال تمتع بها لعبت دورا في استقطاب المقاومين حوله. وهنا أعود إليك مرة أخرى، هذا على المستوى الماضي، على المستوى الحالي وعلى المستوى المستقبلي في ظل المتغيرات العراقية في الداخل العراقي والإقليمية الحادة والكبيرة، ما هو مستوى وطبيعة التحديات التي تواجهها هيئة علماء المسلمين في العراق؟ صحيح، هو ما ذكره الأخ العزيز الدكتور طاهر رميح أنه من أعقد المسائل السياسية واجهتها هيئة علماء المسلمين، ولا تزال اليوم تواجه هذا التحدي بفصول مختلفة ربما أكثر تعقيدا. نعم. بلا أدنى شك أن غياب كاريزمية الشيخ حارث الضاري، ولدي تعليق بسيط على مسألة الكلمة التي تتردد على أن مشكلة سنة العراق الذي رددها بريمر ونقل عنه أن الحالة الشيعية لها موقع واحد هو السيستاني يأخذون منه الرأي وبالتالي السنة ليس لهم موقع واحد، وأنا أقول كتعليق سريع أن صحيح أن عدم وحدة الموقف الوطني السني العراقي كان إشكالية كبيرة، ولكننا في ذات الوقت نحن لا نتمنى أن تتحول عقول الفكر الإسلامي إلى عقول يعني تقليد طائفية تماما كما جرت لدى 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 الحالة يعني الطائفية الإيرانية، وبالتالي أقفلت يعني عروبة الشيعة ونضالهم التاريخي في ثورة 20 وعقلهم التنويري لذلك الوقت وأصبحت رهان هذه العمامة ومشروع بولو بريمر. في هذه الناحية اليوم هيئة علماء المسلمين لديها تحدي كبير ولديها منظومة متغيرات تحتاج أيضا إلى مشروع متجدد وليس يقف على 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 عتبات المشاريع السابقة، وتحتاج إلى مرونة خاصة فيما يتعلق اليوم. أنت تتحدث على قضية اليوم تمت ما المقصود بالمرونة؟ مرونة في الفكرة السياسية وتداولها لتحييد العملية السياسية. لا يوجد خلاف على أن دفع ليس الهدف واحد، إخراج العراق من مشروع العملية السياسية هذا هدف بحد ذاته، وأعتقد ما طرحه الدكتور مثنى الضاري والأمان العام للهيئة مشروع العراق الجامع. نعم. نعم، في المشروع مشروع العراق اللي هو تعتبر مشروع العراق الجديد صحيح في هذا الاتجاه.
ما تحتاجه الهيئة اليوم، ونتمنى أن يكون في هناك يعني تصور خاصة اليوم في المشروع الجديد والقيادة الجديدة في السعودية، أن يكونون داعمين رئيسيين لهذا الأمر، لأن مصلحتنا مصلحة الأمن القومي، أن يعتمد على فاعلية المواقف، وليس بالضرورة دور هذه الشخصية أو هذه الدولة أو هذا المشروع. على سبيل المثال يعني كردستان تم التلاعب بالقيادات السياسية الأخوة الأكراد بكل سوء، واستخدموا ضد ليس ضد المقاومة بل ضد الحاضنة السنية وضد مصالحهم. اليوم يعني التفكير في تحييد كردستان خاصة في ظل الصراع، مثلا دخول إيران كطرف رئيسي ويعني إلغاء برزاني واستبداله، هذه المنظومة تحتاج إلى تعاون من الداخل العراقي، من مواقف رئيسية كهيئة علماء المسلمين رافضين العملية السياسية، ومن دعم إقليمي أيضا. كيف ستتواجه هيئة علماء المسلمين معركة الموصل القادمة؟ المعركة داعش اليوم حيدت المقاومة، والطرف الآخر طرف حشد إرهابي مدعوم أمريكيا، ولا يمكن أن تنتج معركته فائدة. ليست الهيئة مسؤولة عن هذه الكوارث التي قادها الاحتلال إليها، ولا حماقة داعش، ولكن تحتاج إلى بناء تصور على سبيل المثال لإنقاذ المدنيين في الموصل، ليس عبر أدوات الذاتية، ولكن تقديم مشروع حيوي. نتأمل مثلا أخرى يعني كيف وهي لم تستقبل، أن تستقبل هيئة علماء المسلمين، ونستقبل أخ الدكتور مثلا حار الضاري وأخواننا في الهيئة في الهيئة عاجلا لدى الدبلوماسية السعودية الجديدة. أنا أتمنى، لأن إنتاج مثل هذا المشروع، لماذا اختصرت وقلت مشروع سياسي ينتقل بدعم رديف إقليمي عربي مناهض الإيرانيين؟ لأن العملية ليست بسيطة جدا، فحتى تنجح هذه دحرجة المشروع الإيراني لإخراج العراق، كل العراق منه وإنقاذه، لابد من إيجاد أنظمة ووسائط ومشروع تتقدم به هيئة علماء المسلمين، وجمع حلفاء، وهي ناجحة ولله الحمد في جمع حلفائها على المستوى العربي والمستوى العراقي الوطني بكل اتجاهات، ما في من الطائفة الشيعية المستقلين عن القرار الإيراني، وتقديم مشروع الوطني لقوة إقليمية داعمة. نعم أستاذ طلعت، يعني بقي القليل جدا من الوقت، بأقل من دقيقة من فضلك معذرة، لو انتقلنا من خارج حدود العراق، إلى أي درجة نجحت هيئة علماء المسلمين بقيادة الشيخ حارث الضاري في نسج علاقات وروابط قوية مع الهيئات والمنظمات والتيارات الفكرية والسياسية العربية، بأقل من دقيقة لو سمحت؟ فليدعني أقول التالي وبشكل مختصر في عدة نقاط. نعم. واحد، أنا أوان أن يعني يتطور الموقف العربي، وأن يتحرك الموقف العربي باتجاه هيئة علماء المسلمين بشكل فاعل وبشكل حقيقي وبشكل يدعم هذا المشروع الذي تطرحه الآن الهيئة في فكرة المشروع الجامع. اثنين، الاحتلال الأمريكي كشف وانهارت أي صدقية لأن يلعب دورا سياسيا داخل العراق. نعم. والمشروع الإيراني انهار في جوهر لعبته التفكيكية، ومظاهرات الشعب العراقي الأخيرة هي عنوان لفشل القيادات التي حاولت إيران ترويج لها، وبالتالي المسرح في العراق الآن سواء في الجنوب سواء في الوسط أو ما يعانيه الحزبين العرقيين اللي لعبوا الدور مع الاحتلال في كردستان العراق، الآن البيئة العراقية الحاضنة لمشروع الهيئة تحتاج الآن إلى حالة وموقف دعم عربي حقيقي، ولو كان من منطق المواجهة الجارية مع إيران، أو كان من موقف الاكتشاف لطبيعة التزييف والموقف الأمريكي الذي يطعن العرب والسنة لمصلحة أطراف معادية لهم، ولو كان من موقف طبيعي أن يكون عقائدي وذو رؤية واسعة وجامعة. أنا أتصور الآن إنه مشروع الهيئة ينتقل من حالة المقاومة وحالة التثبيت للموقف إلى فتح الطريق لإمكانية إنفاذ وتطبيق هذا المشروع، مشروع العراقي الجامع
في داخله والعراق الجامعة لتجسيد ارتباطه بأمته في المرحلة المقبلة بإذن الله. نعم، أشكرك أستاذ طلعت. يعني قبل أن نختم أستاذ مهنا، يعني هناك عملية التغير في العالم العربي الآن تمر في عنق الزجاجة، لكن هذا لا يمنع من القول بأن بعض الدول العربية شهدت تغييرات وإن بدرجات متفاوتة. أتحدث هنا عن تونس وليبيا. كيف يمكن لهيئة علماء المسلمين الآن أن تفيد من هذه المتغيرات وخصوصا في هذين البلدين بثلاثين ثانية؟ أنا يعني أعتقد أن الهيئة قد يعني استفادت أصلا من هذه التجربة. كل ما أقوله اليوم أنني أيضاً أدعو إلى تعاون حتى من شارك في العملية السياسية وله رأي وله وجهة نظر أن يمد يده إلى مشروع هيئة علماء المسلمين. المشاركة في العملية السياسية لا يعني أن كل من شارك فيها خائن، ولا نؤمن باستباحة الدماء والإساءة لهؤلاء الناس خاصة من الحالة الوطنية العراقية. وأي تحرك إقليمي عربي مرجو سينتظر نوع من الاتحاد العراقي الوطني. أنا في تقديري أنني أنتظر بمشيئة الله عز وجل حوار عراقي عراقي لبناء هذا المشروع، وحري بهيئة علماء المسلمين ممثلة العراق وليس ممثلة السنة فقط أن تقوم بهذا المشروع الراشد بإذن الله قريبا. أشكرك أستاذ مهنا الحبيل مدير مكتب دراسات الشرق الإسلامي في إسطنبول، والشكر موصول للأستاذ طلعت رميح الكاتب والخبير الاستراتيجي. أعزائي المشاهدين، الشكر الأكبر لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.